الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية في عام 2016 تسببت في نزوح ما يزيد على 31 مليون شخص من مناطق سكنهم لمناطق أخرى داخل بلادهم. ده الرقم اللي انتهى إليه مركز رصد النزوح الداخلي والمركز النرويجي للاجئين، واللي قال إن النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية المختلفة هي التي تسببت في موجة النزوح الضخمة اللي وصلت لحالة نزوح واحدة كل ثانية. المركز قال إن عدد النازحين داخليا أصبح يفوق عدد اللاجئين بنسبة 2 لواحد، وإنه في حاجة ملحة لإعادة إدراج مسألة النزوح الداخلي في جدول الأعمال العالمي. معنا على التليفون سعادة السفيرة نائلة جبر. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. سعادة السفيرة مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك. يعني النزوح الداخلي إلى اللاجئين 2 إلى 1 نسبة كبيرة جدا، تعليق حضرتك على هذا التقرير. طبعا موضوعات النزوح الداخلي نتيجة يا إما لكوارث طبيعية زي الجفاف في بعض الدول الأفريقية، حتى بيبقى في موجات من الجراد للفيضانات، أو لأسباب الصراعات السياسية الداخلية. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا ولا تقل خطورة عن مشكلة الهجرة غير الشرعية أو مشكلة اللجوء. فكل دي عبارة عن النزوح والتحركات البشرية بتؤدي إلى مشاكل، و مطلوب ان المجتمع الدولي وليس الدول فرادى انها تفكر، المجتمع الدولي يفكر بقى الدول سويا ازاي تقدر تحل هذه المشاكل، لان بطريقه فرديه من الصعب جدا انه يتم حلها. فطبعا احنا في الاول في حلول سياسيه للمشاكل السياسيه والصراعات السياسيه، طبعا دي اكيد الحلول السياسيه هتبقى بدايه الحل. المشاكل الطبيعيه طبعا أو الكوارث الطبيعية بتحتاج بقى إلى مساعدات، ما يسمى بالمساعدات الإنسانية العاجلة أو الطارئة. يعني هل ممكن إنه في إمكانية لإعادة يعني إدراج هذه المشكلة، مشكلة النزوح الداخلي، على جدول الأعمال العالمي، على يعني موجود يا فندم؟ موجود حتى الاي دي بيز معروفه، انترنالي ديسبيس بيرسونز، موجوده طول عمرنا في الامم المتحده، بيتم تناول هذا الموضوع في اطار موجات البشريه المتحركه، ودي بيتعامل معها ايضا اجهزه الامم المتحده المعنيه بالمساعدات الانسانيه الطارئه. دي موجوده على مستوى الامم المتحده، وفي صناديق وفي اجهزه الامم المتحده معنيه بالكوارث الطبيعيه. شكرا جزيلا سعادة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.